مساء الخير، كل التحيه لكل اهلاويه. اهلا بيكم في حلقه جديده من السادسه، تحيه كبيره جدا في بدايه حلقه النهارده. والحقيقه 48 ساعه حافله بالاثاره، رجعت ولخبطت كل الحسابات. الاهم ان فرصتك بقت في ايدك، ومباراتك هتكون على ملعبك، و90 دقيقه بين جمهورك تقدر تخلص. خلص، الاهم ان كل حاجه رجعت في ايدينا من جديد، وباذن الله في انتظار مباراه التاهل على استاد الرعب بجد المره دي، استاد القاهره. اهلا وسهلا بكم في حلقه النهارده اللي الامور رجعت فيها لنصابها الصحيح. صحيح النهارده القدر كان رحيم، لكن مش بينا احنا كاهلاويه، لكن بالاتحاد الافريقي الحقيقه، لانه لو انتهت مباراه الهلال مع سان داونز بمكسب الهلال كانت هتبقى في فضيحه تحكيميه واضحه وضوح الشمس. على كل الاحوال انا مش هتكلم في مباراه الهلال وسان داونز، لان كل اللي يهمنا منها انها انتهت بالتعادل. والحقيقه اللي خدمنا جدا 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 هي مباراه اول امبارح، مباراه الاهلي والقطن اللي تفوق فيها الاهلي بنتيجه 4 اهداف، ادونا افضليه كبيره جدا قبل ما نروح للجوله الاخيره ونواجه فيها الهلال السوداني على ارضنا وعلى ملعبنا وفي وسط جمهورنا. واهلا وسهلا طبعا بالاشقاء في بلدهم الثاني مصر. تعالوا نشوف شكل المجموعه بقى ازاي، وحساباتها حسب مباراه الجوله الاخيره هتكون ازاي. في اللحظة دي، في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها، سان داونز ضمن التأهل في المركز الأول برصيد 12 نقطة، فاز 3 مباريات واتعادل مباراتين وخسر، لا معلش، ب 11 نقطة، فاز 3 وتعادل 2، عنده 11 نقطة، ليه 12 هدف وعليه 6 أهداف في الصدارة، وبكده سان داونز ضمن التأهل. الهلال لكنه لم يضمن الصدارة حتى اللحظة. الهلال في المركز الثاني لعب 5، فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر في 1، وليه 6 اهداف. وناخد بالنا قوي من الاهداف، لانه الاهداف، الاربع اهداف بتوع القطن غيروا بشكل كبير جدا من حسبه مباراه الجوله الاخيره. ليه 6 وعليه 3، يعني ليه بلس 3 او ليه 3 اهداف، وفي رصيده 10 نقاط. والاهلي لعب 5، فاز في 2 وتعادل في 1 وخسر 2، يعني معاه 7 نقاط، وليه 11 هدف ومعاه 8 اهداف. الرهان كان على انه في حاله التعادل الاهلي محتاج يكسب بفارق اكتر من هدفين عشان يبقى المواجهات المباشره في صالحه، لكن اللي غير من الموضوع فوز الاهلي على القطن امبارح برباعيه، ده عدل بكتير في فارق الاهداف بالنسبه للاهلي، وبقى الاهلي عنده بلس 3. وده معناه ايه؟ معناه انه الاهلي يحتاج لهدف وحيد في مباراه العوده ان شاء الله عشان يحسم بطاقة التأهل الثانية لمصلحته. في الحالة دي سان داونز بيتأهل أول، الأهلي بيتأهل تاني، وبإذن الله أنا أتمنى طبعا المباراة تخلص أكتر من 1-0، لكن عندي كلام كتير جدا قبل المواجهة الأخيرة والحاسمة. بس تسمحوا لنا قبل ما نبدأ الحلقة نروح لفاصل. زي ما قلنا في بداية الحلقة، فوز الأهلي بالأربعة على القطن الكاميروني غير الحسابات بشكل كبير، وعشان ما دخلكمش في تعقيدات وأرقام كتيرة جدا، الهلال عنده 10 نقاط والأهلي عنده 7 نقاط، والاثنين بيتساووا في فارق الأهداف، كل فريق ليه 3 أهداف بالزيادة يعني. وبالتالي أنت محتاج أي مكسب بأي نتيجة
على الهلال في مباراة القاهرة هنا عشان تضمن التأهل. هنا ما فيش قصة بقى المواجهات المباشرة، لأنه الفرقتين هيكونوا في اللحظة دي لو الأهلي فاز عندهم 10 نقاط، وفي حالة فوز الأهلي حتى لو 1-0 2-1 4-3 بصرف النظر، هيكون الأهلي في الوقت ده متفوق في فارق الأهداف، وهنا مش هنحتاج نلجأ لفكرة المواجهات المباشرة. على كل الأحوال نتمنى إن شاء الله بإذن الله التأهل للنادي الأهلي، وأعتقد أنه محتاج تكسب سكور. يعني أنا شايف أن المباراة دي مش قصة تأهل بس بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، لكن كمان أنت مطلوب منك سكور بإذن الله، تقدر إن شاء الله بإذن الله يعني تعدل من أوضاعك. الحقيقة الحاجة اللي ممكن نطالب بيها والنادي بيها، أعتقد أنها بما أنه الأهلي هو الممثل الوحيد بعد طبعا خروج الزمالك امبارح بعد خسارته هارد لاك طبعا للزمالك من شباب بلوزداد بنتيجة 2-0، الأهلي بقى الممثل الوحيد لمصر في دوري الأبطال، وأعتقد أنه من باب الدعم، يعني أعتقد أن احنا محتاجين أكبر قدر من الجماهير تكون حاضرة في استاد القاهرة. المباراة دي هتتلعب في استاد القاهرة، خلاص بطولة أفريقيا خلصت، وبالتالي الأهلي هيرجع مرة تانية يلعب في استاد القاهرة. نتمنى حضور، عايزين نوري أفريقيا كلها استاد الرعب بجد، وجماهير الكرة والأهلاوية لما بيكونوا حاضرين في الاستاد إزاي ممكن يكونوا قوة دعم كبيرة جدا ومساندة كبيرة جدا للاعبتهم في البطولة، وخصوصا أنه القادم أصعب. بس الأهم أن انسى بقى كل دور المجموعات حلو وبمره، احنا بنلعب دور ال 16، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، مطلوب فيها المكسب بإذن الله حتى لو بنتيجة 1-0 يتأهل الأهلي مباشرة للدور الثمانية. طيب النهاردة من أخبارنا فيما يتعلق بكأس الرابطة، النهاردة الأهلي تقدم بطلب رسمي لرابطة الأندية، الهدف من الطلب هو تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة المفترض أنها كانت تتلعب في خلال فترة توقف الدوري عشان الأجندة الدولية طبعا، وده بمبدأ تكافؤ الفرص، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. حجة الأهلي في ده، وجهة نظر النادي الأهلي في ده، أنه الأهلي بيغيب عن قوامه 14 لاعب من السكواد بتاع الفريق. عندك ثلاث محترفين تم استدعائهم لمنتخباتهم، بيرسي تاو جنوب افريقيا، علي معلول تونس، واليو ديانج منتخب مالي. عندك 7 لاعبين مع منتخب مصر الاول، طبعا عندنا ماتشين مهمين جدا مع ملاوي في تصفيات افريقيا 24 و28، وعندنا طبعا 4 لاعبين اعتقد حمزه علاء وكوكا ومحمد اشرف ورأفت خليل، 4 لاعبين مع منتخب مصر الاولمبي، وبالتالي بتتكلم على 14 لاعب، والاهلي ما عندوش حارس مرمى غير علي لطفي، لا قدر الله، لا قدر الله، يعني لو ما نتمناش ده طبعا، بس لو علي لطفي اصيب ما عندناش حارس مرمى نخش بيه المباراه، بالتالي وجهه نظر اعتقد انها هتلقى قبول، والاحتمال الاكبر انه يتم تاجيل مباراه الاهلي والمصري في كاس الرابطه. النهارده الصبح وصلت بعثه النادي الاهلي لمطار القاهره بعد طبعا رحله استمرت، يمكن مش بتكلم بس على رحله الطيران، رحله الطيران يمكن استغرقت حوالي 6 ساعات تقريبا من جروه لغايه القاهره. طبعا دي اللقطات وصول البعثه، واطمنكم الحقيقه بالمناسبه يعني الحمد لله، يمكن طبعا كانت رحله طويله جدا من اول ما رحنا جنوب افريقيا، وانا كنت لسه بعدد الحقيقه قبل الهوا مع زمايلي في السادسه عدد الرحلات اللي سافرت فيها البعثه دي في خلال ال 40 او ال 42 يوم اللي فاتوا. الناس دي رحاله يعني بجد، سيبكم الماتشات، رغم ان هم انا بشوف انه الاهلي في ال 40 يوم دول لعب اصعب ماتشات السيزون كله، لعبت مع اوكلاند وبعد كده سياتل وبعد كده الريال وبعدين فلامينجو وبعدين الهلال، ولعبت 2 مع سان داونز و2 مع القطن الكاميروني، ده غير شويه ماتشات كده لعبتهم في الدوري منهم ماتش المقاولين والى اخره. فانت بتتكلم على رحله من القاهره لتطوان، ومن تطوان لطنجة، ومن طنجة للرباط، ومن الرباط لتطوان أو لطنجة تاني بعد كده، وبعد كده رجوع لأسوان للسودان أعتقد الأول، ورجعنا القاهرة، وبعدين رحنا السودان، والسودان أسوان صح كده، وبعد ما لعبنا مع أسوان في أسوان رجعنا القاهرة تاني، وبعد كده سافرنا جنوب أفريقيا، ومن جنوب أفريقيا طلعنا على الكاميرون، ومن الكاميرون جينا على القاهرة. ازاي يا جماعه؟ يعني سيبك انك انت ممكن تبقى متحفظ على مستوى فرقه الاهلي في بعض المباريات، انا معاك طبعا كان عندنا مشاكل فنيه كتيره جدا، لكن يعني هل في بشر ممكن يخوضوا هذا الكم من المباريات؟ والقصه مش قصه كم بس، كم وكيف؟ انت لعبت في خلال الفتره دي 7 أو 8 ماتشات من العيار التقيل، واغلبهم لعبته بره ارضك بعيد عن جمهورك وبعيد عن ملعبك اللي انت متعود عليه،
ورغم كده ما زالت فرصك قائمة في كل المنافسات اللي انت بتاخدها. الموسم مش سيء، بالعكس الموسم ده، وده ما يعنيش انه ما عندناش مشكلات، وده ما يعنيش انه الاهلي السنة الجاية او الموسم الجاي في حسابات كتيرة جدا. انا بقول ده بدافع غيرتي وحبي للنادي الاهلي، بقول ده عشان بحلم اشوف الاهلي بالشكل اللي معظم الجماهير تتمناه. لكن موسم بتاع النادي الاهلي في ايدينا، وما زالت فرص الاهلي في كل البطولات قائمه جدا. طيب خليني اروح بس سريعا لقرعه دوري ابطال اوروبا. طبعا عندنا مواجهات ناريه، اتنين منهم بشوفهم نهائي مبكر، يعني الحقيقه يمكن طبعا، وفي فرده شمال اصعب بكتير قوي قوي من الفرده اليمين. ولاول مره الاحظ انه ايطاليا موجوده في ربع النهائي بثلاث فرق، في ثلاث فرق وصلوا لدور الثمانيه. عندنا في مواجهة نارية هتجمع بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد، ومواجهة تليق بالنهائي المبكر، مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونخ. كم أنت ظالمة أيتها القرعة، يعني بجد الفرقتين مقدمين بطولة ولا أروع، وكانوا يستحقوا الحقيقة يتقابلوا متأخر شوية، لكن وقد كان. هنشوف مواجهة نارية، مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونخ، أفضل فرقتين من وجهة نظري متواضعة، واحط معاهم نابولي كمان بصراحه النسخه دي من بطوله دوري الابطال. الناحيه الثانيه عندنا الميلان مواجهه ايطاليه خالصه، الميلان في مواجهه نابولي، وارشح نابولي الحقيقه، واعتقد نابولي بالقرعه دي وارد جدا 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 يكون طرف في المباراه النهائيه. والناحيه الثانيه عندنا انتر ميلان في مواجهه بنفيكا او بورتو، بورتو البرتغالي، وبالتالي عندنا طبعا الكسبان من المباراه دي هيقابل الكسبان من نابولي وميلان، والكسبان من الريال وتشيلسي هيقابل الكسبان من مانشستر وبايرن، والكسبان من هنا مع الكسبان من هنا هيكونوا على ميعاد في المباراه النهائيه. نروح لمنتخبنا الوطني، منتخب مصر اللي عنده مواجهتين مهمين جدا امام ملاوي، الاولى هتكون في القاهره يوم 24 والثانيه هتكون هناك يوم 28. والنهارده اعلن روي فيتوريا المدير الفني قائمه اللاعبين اللي تم اختيارهم لمعسكر شهر مارس، واللي هيكون فيه او هيتلعب فيه الماتشين زي ما قلت لحضراتكم 24 و28 على التوالي في الجوله الثالثه والجوله الرابعه من التصفيات. اختيارات فيتوريا لم حقيقه يمكن ما يعني ما اعتقدش ان فيها مفاجات، باستثناء طبعا يعني عوده كهربا اللي واضح بشكل كبير جدا على حد تصريحات فيتوريا نفسه انه مستوى كهربا ابهر فيتوريا في مشاركته الاخيره مع النادي الاهلي، وهو المهاجم الوحيد طبعا اللي تم اختياره من المحترفين المحليين او المحترفين اللي بيلعبوا في مصر. عندنا في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي، ومعاهم محمد صبحي. خط الدفاع محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، احمد فتوح، واحمد حجازي، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، واسامه جلال. خط النص طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، عمر مرموش، احمد عبد القادر، ومحمد صلاح طبعا، ومعاهم مصطفى محمد واحمد حسن كوكا ومحمود كهربا. دي قائمه او دي اختيارات فيتوريا. اتكلم يمكن على الفتره اللي جايه وعلى معسكر المنتخب في الفتره الجايه، خصوصا ان الماتشين دول هيتلعبوا كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين في خلال شهر رمضان. كل سنه وكل المصريين وكل الامه العربيه والاسلاميه بخير يا رب، ويعني شهر كريم نتمنى الحقيقه انه يعدي بالخير وباليمن وبالبركات زي ما تعودنا دايما على اهل مصر. خلينا نروح نشوف اهم تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي اللي عقد النهارده، ونرجع نكمل حلقه السادسه مع حضراتكم. Muito boa tarde a todos. مساء الخير للجميع. Muito obrigado por terem vindo. وبنشكركم جدا على الحضور. Vamos começar então o nosso estágio de março, num dos dois primeiros jogos oficiais. طبعا هنبدا المعسكر بتاعنا، ويعتبر المعسكر اللي هو بيتخلله اول مباراتين رسميتين بالنسبه لنا. Jogos muito importantes para nós, obviamente. مباريات تعتبر مهمه جدا بالنسبه لنا. Em que temos uma grande vontade de ganhar e que estamos prontos para esses jogos. طبعا عندنا رغبه قويه جدا للفوز، ونكون جاهزين ان شاء الله بالنسبه للمباريات. Em relação ao estágio, nós temos agora, eu convoquei, eu e a minha equipa técnica convocamos 24 jogadores. بالنسبه للمعسكر انا والجهاز الفني وضعنا لسته فيها 24 لاعب. Este estágio irá de 24 a 28 de março. طبعا المعسكر de 20 a 28 de março. المعسكر طبعا يبدا من يوم 20 وينتهي يوم 28 مارس ان شاء الله. Dois jogos a 24 e a 28.
هيتخللوا مباراتين، مباراه يوم 24 ومباراه يوم 28 مارس. Iremos estar aqui no Cairo até o dia 26. هنكون ان شاء الله حاضرين هنا في القاهره الى يوم 26 مارس. No dia 26 viajamos para o Malawi. يوم 26 المغادره الى ملاوي. Os jogadores irão chegar entre o dia 20 e o dia 21. وصول اللاعبين هيكون ان شاء الله من يوم 20 الى يوم 21 مارس. E a 23, como também vocês sabem, vai começar o Ramadão. وزي ما انتم عارفين طبعا يوم 23 هتكون بدايه الشهر الفضيل رمضان. E desde já desejar um bom Ramadão a todos. ومنها بتمنى لكم ان شاء الله شهر صوم سعيد جدا للجميع. Este estágio vai ter uma particularidade de ter o período de Ramadão a meio do estágio. طبعا المعسكر هيكون في ظروف خاصه شويه لان المعسكر هيكون اثناء شهر رمضان. Mas nós já preparamos tudo e temos tudo previsto e antecipado para o que aí vem em relação àquilo que é alterações que vamos ter no nosso dia a dia. ومنها احنا جهزنا طبعا كل شيء وجهزنا البرنامج بتاعنا على حسب التغيرات اللي احنا هنقابلها في المعسكر من يوم ليوم طبقا لوجود شهر رمضان اثناء المعسكر. Tem algumas características que nos podem ajudar nestes dois jogos. Tem características que nos podem acrescentar nestes dois jogos. انا اخترت كهربا لان عارف ان هو عنده بعض الحاجات الخاصه بيه اللي هو هتقدر ان شاء الله تكون فايده لينا او تساعدنا في المباراتين الجايين. E é um jogador que me tem surpreendido pela quantidade e qualidade dos movimentos dentro da área. واللاعب بصراحه يعني يعتبر ابهرني من كميه التحركات بتاعته والمسافات بتاعته داخل منطقه الجزاء. Está aqui por mérito. طبعا هو يستحق الحضور وعشان كده ainda bem معنا. Ainda bem que fez estes três gols ontem porque já estava decidido e só vem suportar esta opinião. وطبعا الحمد لله ان اللاعب احرز امس ثلاث اهداف وطبعا يعتبر ان هو بيدعم القرار بتاعه. هي مش بس المنتخب الالماني، هي تقدر تقول كده الكره الالمانيه كلها بشكل عام كره ليها كل التقدير والاحترام. يعني فيها كل عناصر التفوق، القوه، السرعه، الناحيه البدنيه اللي على اعلى مستوى، الانضباط التكتيكي، الحاله الجماعيه اللي تتمناها في اي فريق كوره، لكن على مستوى المهاره ما كانش فيه. طبعا كل جيل هتلاقي فيه فلته، يعني في فتره من فترات كارل هانز رومينيجي، في فتره من فترات لوثر ماتيس، في فتره من فترات ممكن تقول مايكل بالك، في ماركو رويس دلوقتي، ونجمنا النهارده كان واحد من النجوم دول الحقيقه اللي انا حبيتهم جدا، حبيت ان انا اتفرج عليهم واتابعهم، بيير ليتبارسكي نجم المنتخب الالماني السابق ومدرب ايضا فولفسبورغ وباير ليفركوزن، هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس اللي جاي. خلوني بدايه طبعا وانا واحد الحقيقه كنت من معجبينه، يعني اتفرجت عليه وانا صغير جدا، بس كنت بحب جدا بيير ليتبارسكي وكنت بحب جدا اتفرج عليه. بيير ليتبارسكي اهلا بك على شاشه الاهلي وشكرا على وجودك معانا ومشاركتك في السادسه، اهلا وسهلا. شكرا ومبسوط جدا بتواجدي معاكم. مش عارف انت اتفرجت، يعني احنا كنا مجهزين كده ويلكم كليب في مجموعه من لقطات والاهداف اللي انت سجلتها مع منتخب المانيا، مش عارف شفتها؟ لو بيير ليتبارسكي كان بيلعب النهارده تفتكر كان ممكن صفقه يدفع فيها كام؟ سؤال صعب جدا، لكن اظن ان انت اللي تقوله يعني كام دلوقتي، لكن سؤال صعب جدا ما ينفعش اقول. لا انت بالتاكيد واحد من اهم النجوم اللي جم في تاريخ الكره الالمانيه ويسعدنا جدا مشاركتك معانا النهارده. طيب خليني ابدا الكلام بقرعه الشامبيونز ليج. قرعه يمكن اوقعت الفرقتين الافضل الموسم الحالي، بايرن ميونخ في مواجهه مانشستر سيتي. ازاي بتبص للمباراه دي وهل بتشوف انها المباراه الاقوى والاصعب في دور الثمانيه، ومين فرصه اكبر من وجهه نظر ليتبارسكي؟ أظن أن كل المنتخبات الموجودة دلوقتي أو الفرق الموجودة دلوقتي كويسة جدا جدا، وصوت بعض هيعملوا
مباريات صعبة جدا وكويسة جدا، وشايف ان بايرن ميونخ عندهم مشكلة كبيرة او قدامهم يعني مباراة صعبة ضد مانشستر، لان دايما بيبقى عندهم بعض المشاكل لما بيواجهوا الفرق الانجليزية. مين فرصه اكبر في الوصول للمباراة النهائية من كل طرف؟ يعني عندنا طبعا اربع فرق من العيار الثقيل في ناحية، مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد وتشيلسي، والناحيه الثانيه طبعا الانديه الايطاليه في مواجهه بورتو البرتغالي، نابولي الميلان والانتر. اظن ان مانشستر سيتي هي مفضله بالنسبه لي في الشامبيونز ليج، ولكن السر، او انا عندي سر في هذه البطوله، وان نابولي هيكون فرقه كويسه جدا، هيبقى اداء عالي جدا. من الانديه اللي لفتت النظر بشكل كبير، رغم انه الفريق تخلى عن عدد كبير جدا من الاسماء اللي كانت يعني نقدر نقول عليها من ضمن القوام الرئيسي، في مين لفت نظرك في فريق نابولي السنه دي؟ وازاي بتشوف طبعا سباليتي المدير الفني ودوره مع الفريق؟ عندهم كثير من اللاعبين كويسين، من افضلهم اوزنهان وكفاراتشيليا، دول من افضل اللاعبين اللي انا شايفهم دلوقتي. لو اتكلمت على باير ليفركوزن، وانت يمكن كنت يعني توليت مسؤوليه الفنيه لليفركوزن في وقت سابق، شايف ازاي فرصه خصوصا في وجود عدد من الاسماء الكبيره واللي اتعودت على التتويج ببطولات اوروبا في نفس البطوله، في بطوله اليوروبا ليج؟ بنتكلم على مانشستر يونايتد، بنتكلم على يوفنتوس، بنتكلم على روما، بنتكلم على اشبيليه طبعا اللي حقق اللقب قبل كده. ليفركوزن بتلعب كويس جدا في الدوري الاوروبا او كاس اوروبا، وهم بيلعبوا في الوقت الحالي بيلعبوا باحسن من الدوري الالماني بكتير، وعندهم فرصه كبيره جدا جدا انهم يفوزوا. لو رحنا للدوري الالماني، هل شايف انه البايرن حسم اللقب في النسخه الحاليه، ولا تتوقع انه يكون في مفاجات؟ وايه سر من وجهه نظرك طبعا بصفتك واحد من اكبر نجوم المانيا الاستحواذ او الهيمنه البافاريه على بطوله البونز ليجا؟ أظن أن بايرن كل النوادي اللي موجودة دلوقتي عندهم كتير من اللعيبة الكويسين، وفي عندنا بايرن ميونخ، عندنا دورتموند ولايبزيج ونيون بالين وفرايبورغ كمان. عندنا بايرن ميونخ بتركز دايما على الشامبيونز ليج، عشان كده هم دايما في المقدمه، عشان كده هم دايما بيأدوا احسن اداء. منتخب المانيا مع هانس فليك، ازاي بيشوفوا ريدبايرسكي، وازاي او كان ايه تقييمك لمشاركته الاخيره في بطوله كاس العالم؟ اظن في الوقت الحالي عندنا دلوقتي كثير من اللاعبين انا بفضلهم دلوقتي او مفضلين عندي، عندنا موسيالا وعندنا فيرتس من ليفركوزن. كمدرب بالتاكيد تابعت كثير من تجارب اللاعبين المصريين في الدوري الالماني، مين اكثر الاسماء او التجارب المميزه من وجهه نظرك اللي شاركت مع الفرقه الالمانيه او لعبت في الدوري الالماني؟ يعني تعني دلوقتي في الوقت الحالي صحيح؟ لا يعني عموما، يعني في فترات كتيرة جدا شارك لاعبين مصريين يمكن تابعتهم أو شفتهم مع فرقهم، إذا كنت تتذكر اسم أو لفت نظرك اسم أو تجربة منهم يهمني أسمع رأيك فيها. عندي اللاعب المفضل من مانشستر يونايتد، عندنا دلوقتي das war für mich der beste Spieler mit dem ich zusammengearbeitet habe.
اوكي، عندنا دلوقتي من مانشستر يونايتد في كتير من اللعيبه اللي انا اتعاملت معاهم وهم المفضلين بالنسبه لا لي. انا بتكلم على اللاعبين المصريين اللي لعبوا في الدوري الالماني لانديه مختلفه، سواء حاليين زي عمر مرموش او سابقين، في عدد كبير من اللاعبين المصريين زي محمد عماره، زي هاني رمزي، زي محمد زيدان، ياسر رضوان وغيرهم كتير. لا سمير كمونه لعبوا في الدوري الالماني، هل في لاعب منهم لفت نظرك؟ اهم اللاعبين اللي نجحوا في الملاعب الالمانيه لاعبين مصريين. أفضل لاعب طبعا مصري عندنا محمد صلاح، ولكن في الحقيقة عمر مرموش بيلعب كويس جدا، ودلوقتي هو كان بيلعب في فولفسباغ وأدى كويس جدا جدا، وكان من الناس الملتزمة، كان بيلعب كويس جدا جدا في فولفسباغ، وأنا أظن أنه من أفضل اللاعبين المصريين في المنتخب الألماني دلوقتي أو بداية في ألمانيا دلوقتي. من النسخة اللي جاية كأس العالم هيظهر لأول مرة ب 48 منتخب، رأيك في التعديل الجديد أو الإضافة الجديدة اللي حطها الفيفا على النسخة القادمة من كأس العالم، وهل هتكون لمصلحة البطولة؟ هل هنشوف فيها كرة مستويات كرة أفضل، ولا أنت مع وجهة النظر المختلفة يعني أو المعاكسة؟ رأيك في النسخة القادمة من كأس العالم للمنتخبات اللي هتستضيف 48 أو يظهر فيها لأول مرة 48 منتخب، هل بتشوف أنه القرار اللي خده الفيفا بزيادة عدد المنتخبات كان أفضل وهيضيف للمستوى الفني البطولة وقوة البطولة ولا لأ؟ دلوقتي هيبقى موجود الكثير من النوادي، وهيكون ودلوقتي 48 ده رقم كبير مش صغير، وهيبقى صعب جدا على اللاعبين، وهيبقى في منافسة قوية جدا جدا من وجهة نظري. أفضل المدربين الألمان في الوقت الحالي من وجهة نظر بيير لتبارسكي، توماس توخيل، يورجن كلوب، ناجلزمان، هانس فليك. يورجن كلوب من وجهة نظري أنه هو كويس جدا، لأنه هو خلى الفرقة أفضل كثير في الوقت الحالي. هل أنت مع استمرار يورجن كلوب في تجربته مع ليفربول، ولا بترى أنه عليه أنه يبحث عن مشوار جديد مع نادي جديد في أوروبا؟ طبعا من وجهة نظري انه المفروض يكمل مع ليفربول، واتمنى دايما ان هو يدرب المنتخب الالماني. بيير لتبارسكي نجم منتخب المانيا ومدرب فولفسبورغ وليفركوزن، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وشكرا على وقتك، وشكرا على وجودك معنا في السادسة. ده كان لقائنا مع واحد من اساطير الكره الالمانيه اللي ما شافوش في الملعب الحقيقه بيير لتبارسكي، واحد من اللعيبه اللي صنفوا على الاقل على الاقل على مستوى الكره الالمانيه على واحد كواحد من افضل الاجنحه اللي جت في تاريخ الكره الالمانيه باكملها. كان لاعب مميز جدا، يمكن في الجيل اللي كان دايما حاضر لازم تلاقي المانيا في نهائي كاس العالم ايا كانت بتلعب مع مين، ارجنتين، ايطاليا، ارجنتين تاني، لكن الحقيقه واحد تقدر تقول عليهم من الجيل الذهبي للمنتخب الالماني. فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، وبعد الفاصل هيكون ليها لقاء مع نجم النادي الأهلي طبعا السابق كابتن أحمد رضوان للحديث عن واحد تأهل الأهلي بإذن الله، سيناريوهاته وكيفيته أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، اثنين مشوار منتخب مصر من جديد بنرجع كلنا ورا المنتخب الوطني قبل مباراتين هيجمعوه مع منتخب ملاوي في تصفيات أفريقيا. بس خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا ونجمنا كابتن أحمد رضوان.
دي اسمها ايه؟ دي اسمها زمام المبادره. واهم حاجه تعرفها انه لما زمام المبادره يبقى في ايدك ما تفرطش فيه ابدا لحد تاني غيرك. وزمام المبادره في بطوله دوري الابطال رجع مره تانيه في ايدين النادي الاهلي، وبايدين النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في مواجهه الهلال هنتاهل لدور الثمانيه ونستعيد فرصنا واماننا مره تانيه في المنافسه على لقب البطوله. لكن ده يستدعي حاجات كتيره جدا 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 تحصل في الايام اللي جايه، وخصوصا انه الطرف الدولي عقد هيكون في مصلحه النادي الاهلي وهيخدم النادي الاهلي. واحد، لالتقاط الانفاس، احنا اتكلمنا معاكم على مدار الحلقه عن رحله طويله جدا. قبل ماتش القطن كان نفسي الاهلي يكسب باي نتيجه، ما كانش فارق معايا، ان شاء الله 1-0. لكن جت نتيجه الاربعه عشان تخدم النادي الاهلي في المواجهه الاخيره. قلت لكم ان الاهلي محتاج لفوز مهم جدا على الهلال حتى ولو بنتيجه 1-0. لو كانت نتيجه القطن غير 4-1 أو 2 كنا نحتاج نكسب بفارق 2 عشان نعمل فرق في المواجهات المباشره. لكن في جميع الاحوال نتمنى ان شاء الله الاهلي يقدم عرض قوي يعبر عن امكانياته وقدراته الحقيقيه ويكسب فوز كبير يعوض جماهير النادي الاهلي عن مشوار مش ولا بد في دور المجموعات. خلينا نرحب بضيفنا ونجمنا النهارده في السادسه كابتن احمد رضوان، هيشرفنا النهارده في الحلقه. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير استاذ احمد، نور الدنيا. حبيبي ده نورك، وانا ببقى مبسوط وانا معاك طبعا، وكل سنه وانت طيب. واحنا كمان سعداء جدا بوجودك معانا، والحقيقه ربنا كريم على الناس كلها ان شاء الله. الله اكرم، وعلى الامه العربيه والاسلاميه، على الشعب المصري كله يا رب ان شاء الله. يا رب ايام جميله ومفترجه. اللهم امين. ربنا كده يفرح قلوب المصريين دايما ويسعد اوقاتهم. طيب الاهلي فرحنا، يعني دور المجموعات كله ماشيين فيه حاطين ايدينا على قلبنا وقاعدين نحسب الحسابات ونقول لو مش عارف ايه ولو وهجوم وانتقادات، ورغم ان ظروف صعبه مرت بيها الفرقه. شفت ازاي ماتش القطن؟ وايه الجديد؟ يعني ايه الجديد اللي شفته لفت نظرك في مستوى الاهلي، في اداء الاهلي، مستوى فردي، مستوى جماعي في مباراه القطن الكاميروني اللي انتهت بنتيجه 4 للاهلي؟ قبل بس ما نتكلم على ماتش القطن، طبعا مبروك للاهلي. احنا كان عندنا فرصتين، الفرصتين دول بايدينا. في فرصه احنا بتهيألي خلاص خلصناها بتاعت القطن، والفرصه بتاعت يوم 31 بتاعت الهلال. مظبوط. في فرصه كانت مش بايدينا اللي هي بتاعت النهارده، وواضح ان يعني ربنا ان شاء الله كتب لنا حاجه كويسه، باين جدا. انا شفت يمكن زي ما قلت لحضرتك اجزاء من المباراه الهلال وسان داونز. يعني بص، انا كنت حاسس في الماتش في ناس عايزه تكسب من سان داونز، وفي لعيبه عادي الموضوع بالنسبه لهم مش انا شفت سان داونز بيلعب على الواقف. بالظبط، الموضوع ما كانش مش ده مش ده سان داونز اللي لعبناه خالص يعني. لكن هي دي المشكله، ان انت لما بتحط في ازمه وبتبقى الموضوع مش بايدك بيحصل الحاجات اللي مش ظريفه دي اللي احنا مش متعودين عليها. لكن ماتش القطن نرجع له تاني بصراحه، رجوع ثقة للعيبة وللجهاز وللجماهير طبعا. 4 ده نتيجة مش قليلة خالص، ان انت أكبر بتلعب اكبر فوز حققه الاهلي في تاريخه في بطولة دوري الابطال بره ملعبه. طبعا بره ملعبه، ومن فترة طويلة جدا. يمكن فكرة ان حد جيمان كهربا جاب برضو هاتريك، طبعا هاتريك ده من زمان، يمكن ايام كابتن حسام، يمكن كان اخر حد عملها بره. فطبعا دي مكاسب كتيره جدا. والله انا مش فاكر اخر هاتريك كان جوه ولا بره كان امتى بصراحه. كان جوه حسين الشحات اظن، كان في اطلع بره. وقبليه كان بره بقى لما كابتن حسام حسن زمان بقى. تمام. لكن ذاكرتك قويه يا ابو حميد. الحمد لله، يعني بنقرا كتير. فالفكره كلها يعني، واعتقد وليد ازارو بيتهيألي من اللعيبه اللي جابت، اعتقد يعني بس جوه اظن مش بره، هاتريك جوه. يا فكره بره دي اللي كتبتهالي كان كابتن حسام اخر حد، الله اعلم. يعني ماتش الترجي هنا ولا النجم مش فاكر، الترجي مش فاكر بالظبط، هيجيبوا لنا المعلومه حالا دلوقتي. لكن هي الفكره ان مكاسب كتيره جدا من الماتش، ان شاء الله نبني عليها كويس جدا للماتش الجاي. اهم حاجه في ماتش الهلال ده احنا مش عايزين عصبيه، مش عايزين قلق، مش عايزين الموضوع يوصل. أزارو هاتريك نجم ساحلي. هنا. فالفكره بس ان احنا نشتغل على الماتش ده صح، بدون عصبيه وبدون انفعال، وننسى خالص اللي حصل في الماتش الاولاني. انا شايف ان فرقه عاديه جدا، ليها مخالب وتقدر تاذيك، بس لو انت من بدايه الماتش زي ما انت قلت والموضوع في ايدك، وان انت تبقى عندك الدافعيه ان انت الناس دي مش هتيجي تاخد بونت ولا هتاخد اي حاجه، يعني هتاخد ان شاء الله تاخد سكور كمان. الموضوع هيبقى، انا شايف انه هيبقى مش بالصعوبه اللي كنا فيها من قبل ماتش سان داونز يعني مع الهلال.
وفي كمان الاحصائيات ابتدت تنزل اهي والارقام. خالد بيبو في سان داونز في نهائي افريقيا 2001 برضو هاتريك افريقي كان هنا بس كان هنا في في القاهره. طيب عموما يا احمد يعني الناس ما كانتش راضيه على مستوى الاهلي قوي في دور المجموعات، هل تراجع مستوى الاهلي مقارنه بالاهلي في بدايه الموسم له ما يبرره من وجهه نظرك؟ بص انا ليه أسباب كنت مع حضرتك انا لو تفتكر من فتره وايام ما احنا اللعبة ريحت ورجعنا تاني وقلنا الراجل لسه بادئ وبادئ كويس جدا في الدوري، لكن ده طبيعي ان انت لما تيجي تلعب مع انديه كبيره او مع مستوى اعلى شويه الموضوع طبيعي ان يحصل كده. مش باللي حصل في ماتش سان داونز او يمكن احنا كان شكلنا كويس جدا في كاس العالم للانديه، النتائج ما كانتش في الاخر كويسه ولكن كان الاداء كويس. صحيح. وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ان طول ما احنا بنبص على اداء الدنيا هتروح في حته كويسه. مشكلتنا في مصر ان احنا كلنا ومعظمنا يعني بص على النتائج، حتى البرامج الرياضيه كلها نتائج وبعدين بيقيم بنتائج. طب ما الراجل لسه جاي والراجل شغال والراجل كويس، المفروض احنا بنديله وقته لغايه ما نشوف هل طور الاداء الجماعي بتاع اللعيبه، هل اتطور اداء الفردي على المستوى الفردي. ده كله مش هيبان في اول راجل لسه اظن لسه ما كملش 5 شهور، لكن انا شايف ان هو ماشي بخطه كويسه. عايزين بس الماتش الجاي مش فكره اداء وبس، لا احنا عايزين النتيجه كويسه كمان عشان نقدر نطلع. وانا شايف ان شاء الله خروجك من المجموعه دي وصعودك ان شاء الله هتوصل لحته كويسه في البطوله. وده حصل، احنا شفناه يمكن السنه اللي فاتت واللي قبلها ووصلنا الحمد لله نهائيا. طيب سيبك من النتيجه وسيبك من حسابات المجموعه، انا عايز اكلمك كوره 90 دقيقه قدام القطن بره ملعبك قدمت فيها كوره جيده، يعني تقدر تقول اجمالا ما حدش يختلف على اداء الاهلي والنتيجه اللي حققها في مباراه القطن. مظبوط، بس لكن بس تعالى بس نقارن بالفرقه اللي احنا بنلعبها عشان برضو ما نبقاش لا بص عشان يبقى الامور تتحط في نصابها الصحيح. زي ما بيقول القطن فرقه متواضعه جدا، ومكسب الاهلي على القطن 4-0 بره او جوه بالنسبه لي مش مفاجاه، ده شيء طبيعي والشيء لو اتلعب 10 ماتشات المفروض النتيجه تبقى كده. بالظبط، فانا مش هخدع نفسي ولا هخدع جمهور الاهلي واقول لهم احنا عملنا انتصار عظيم جدا، لكن بالتاكيد كان في حاجات ايجابيه ظهرت في كره الاهلي يهمني اكد عليها. يعني مثلا هسالك سؤال، هل ثنائيه بيرسي تاو وكهربا مش ممكن ابني عليها في اللي جاي؟ يعني احنا بنتكلم دايما ان في مشاكل في الحته الهجوميه بتاعه الاهلي، في مشاكل في اللمسه الاخيره، في مشاكل في اهدار فرص. ماتش سان داونز اللي كان هنا في مصر انت لو كنت سجلت تلت الفرص اللي اتيحت ليك ما كنتش دخلت في حسبه بيرما اللي احنا دخلنا فيها. صح ولا غلط؟ صح، لو ضربه الجزاء حتى كانت جت هي الموضوع كان بلاش دي. ماتش سان داونز هناك انت لو سجلت الفرص اللي اتيحت ليك في المباراه كان ممكن جدا ما كانش يبقى فيه. خلي بالك لو قللت اخطائك كمان ما كانش هيجي فيك الجوان دي كتير. انا شايف ان اخطاء كانت كتيره جدا واخطاء ما تطلعش من لعيبه كبار زي لعيبه الاهلي يعني. لكن حضرتك لو جينا نتكلم من فوق كده كهربا بقى عامل رئيسي جدا في الفرقه. كهربا جايب اظن 7 مفاجاه أهداف. بالنسبه لك كهربا طبعا امبارح كان مش هو مفاجأة. كان نجم ال 90 دقيقه وما بعد ال 90 دقيقه هو وعلي معلول طبعا كره الهاتريك دي طبعا مش هتتنسي طبعا. كهربا لعيب كبير. كهربا خلي بالك كمان يا احمد لما تيجي تقيس اللعيب اللي بيقعد في السعوديه كمان فتره تقدر ما فيش اي حد مش اي حد يقعد في السعوديه الفتره اللي هو قعدها ويلعب في نادي كبير زي اتحاد جده. مظبوط. النادي ده انا اشتغلت فيه وعارف كويس جدا، النادي ده زي الاهلي هنا كده شعبيته كبيره جدا في السعوديه. فمعنى ان انت تقعد سنتين او ثلاثه وتبقى بالشكل المحترم ده حاجه هناك حاجه جامده جدا. فكهرباء انا مش متفاجئ بس متفاجئ من فكره ان هو كان بعيد الفترات دي كلها ويرجع بالشكل ده. هو دي المفاجاه. ده فيتوريا نفسه متفاجئ طبعا، لكن مش لكن احنا عارفين كويس جدا كهربا لعيب كويس. كمان كهربا كان بيلعب خلي بالك في الطرف الشمال كمان، كان ايام صحيح لما كان كوبر وكان بيلعب في المنتخب. كره الهاتريك يا كابتن احمد لعيبه الاهلي كلها مضيت له عليها امبارح طبعا. طبعا طبعا دي حاجه ذكريات غاليه جدا اللي احنا بس عايزينه من كولر، عشان يعني لازم بقى يعني نثبت الناس اللي ماشيه كويس. بمعنى كهربا في الحته دي ماشي كويس واحسن من الناس اللي موجوده وخلاص بقى رقم واحد يفضل موجود شويه. بيرستاو موجود في الحته بتاعه الطرف اليمين، حللك القصه دي بعد ما حسين الشحات لعب ماتشين كويسين جدا وفي اصابه حصلت، لكن هو رجوعه كمان بيرستاو في الحته دي خلص لك بتهيألي المشكله اللي كانت موجوده في الطرف اليمين.
احمد عبد القادر ووجوده انا شايف برضو ان هو كان لازم الماتش اللي فات ده يريحه شويه. انا شفت ان هو بعد الدقيقه 70 او 75 كان المفروض يتغير، ولكن اوكي ماشي، احمد عبد القادر شغال بشكل كويس. لكن الحاجه الجميله بقى مروان بصراحه في نص الملعب، مروان عطيه حلل لك وعامل لك الحاجه الحلوه جدا. خلي بالك كولر بدا لما جه بدا الماتش بدا باتنين وواحد، بدا بالسولية ومروان وكان فوقيهم قفشه. لما لو خدت بالك لما السولية خرج حمدي لما نزل بقى 8 هو وقفشه، وبقى مروان بيشتغل 6 لوحده. فده معناه ان مروان عنده حلول كتير جدا، يقدر يشتغل لك 8، يقدر يشتغل لك 6، لعيب كويس. انا شايف كمان ماتش سان داونز اللي هناك لو كان لعب كان هيبقى ليه دور كويس جدا. تاني هرجع اسالك السؤال اللي بدات بيه القصه، اهم الحاجات الايجابيه اللي ظهرت في كره الاهلي اللي ما كانتش موجوده في دور المجموعات واللي غابت. يعني انت كنت ابتديت كلامك بتقول انه الاهلي عروض كاداء في كاس العالم قدم عروض كويسه، سيبك من قصه النتائج، لكن ككوره وكفريق واقف في الارض بينفذ جمل، واقف يعني عنده بلوك دفاعي كويس، عنده قدرات هجوميه كويسه، ظهر الاهلي بشكل كويس جدا. هل ده هل ماتش الكاميرون او ماتش القطن الكاميرون نقدر نقول الاهلي رجع تاني، ولا قصه بتاعت الماتش ده مش مقياس والاهلي ما زال عنده حاجات كتير يشتغل عليها قبل مواجهه الهلال؟ لا، رجع بمكسب كويس وثقه كويسه، ولكن فكره الاداء لازم ناخد بالنا احنا كنا بنلعب مين، لكن نبني عليه نبني عليه. نيجي نلعب الهلال هنا واحنا عندنا ثقه، نلعب واحنا عندنا ثقه ان احنا قد الهلال ونقدر نكسبه، مفيش مشكله. ده ماتش صعب، ماتش مش سهل. يعني الهلال مش جاي القاهره مهزوم، خلي بالك جاي القاهره بيدافع عن فرصه، ضيع ضربه جزاء في الاخر يعني. يعني وارد جدا كان النهارده يبقى كسبان بالظبط بالظبط، ويلعب سان داونز. مش عايزين برضو نخش في نوايا الناس، ولكن في الاول في الاخر كان ممكن يكسب سان داونز. فليه مخالب، ليه مخالب، وعنده لعيبه كويسه، عنده لعيبه كويسه يقدر. وجاي احمد كمان بفرصتين، هو قدامه المكسب والتعادل، دي الحاجه اللي الى حد ما يعني هو بيبتدي المباراه الاريحيه عنده، والضغط العصبي عندك انت اللي محتاج تسجل، هو مش محتاج يسجل. ودي برضو واحده من الحاجات اللي لازم نحطها في الاعتبار، الناحيه النفسيه والمعنويه للاعبتنا قبل المباراه. نقطة كويسة جدا، وعايز اقول لك ان هي انا شايفها نقطة إيجابية للأهلي. الأهلي نقطة إيجابية للأهلي. ما عندوش غير هو حل واحد، هو المكسب. فكرة ان انت يبقى ليك حلين وليك تشتغل على الحتتين دي شوية بتاخد من تفكيرك، لكن فكرة ان انت نازل ما عندكش حاجة غير المكسب، أظن اللعيبة هيبقى الموضوع بالنسبة لها من أول دقيقة باين جدا ان هم لازم الهلال ما يتنفسوش. لازم يتضغط عليهم ضغط عالي، ولازم ان شاء الله تحرز في اول ربع ساعه عشان تعمل لهم مشاكل. هم اللي بعد كده بقى يتوتروا، هم اللي بعد كده يتعصبوا، هم اللي بعد كده ما يقدروش يلعبوا الكوره بتاعتهم. وانت بقى تقدر تشتغل بقى على الشغل الايجابي اللي انت شوف مروان في نص الملعب كان عامل شكل محترم. ما اعرفش حمدي ولا ديانج او هيبقى ليه الفرصه مع قفشه، ولكن انا شايفهم كلهم في نفس المستوى، شويه مروان يعلى شويتين عنهم. الحتة اللي تحت عبد المنعم يعني ماشي كويس جدا، ولكن لازم يعني في ودنه كده عبد المنعم الثقة الزيادة بتعمل مشاكل. انت لعيب كبير ولكن انت بتلعب في اكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا، فلو سمحت خلي بالك من النقطة دي. يبقى عندك ثقة بنفسك وادواتك تبقى انت واثق فيها جدا، ولكن في الاول وفي الاخر تلعب السهل مفيش ريسك. علي معلول ماشي كويس، محمد هاني ماشي كويس، انا شايف مكاسب كتيره جدا من ماتش القطن نقدر نبني عليها ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله. طيب خليني اسالك بالنسبه لفتره التوقف، يعني انت عندك فتره اجنده دوليه وعندك نص الفرقه تقريبا بره النادي، عندك ثلاثه محترفين سافروا على منتخباتهم بيرسي تاو وعلي معلول واليو ديانج، وعندك 7 مع منتخب مصر، وعندك 4 مع منتخب اولمبي. أنا كنت بقول إنه فرصة لالتقاط الأنفاس، وخصوصا إنه الأهلي كان في رحلات مكوكية من أول فبراير، يعني الفرقة لسه راجعة مصر امبارح أو النهاردة الصبح يعني. هل ده في صالح الأهلي؟ يعني هل تشوف في ناحية إيجابية إنه إلى حد ما فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا غياب اللاعبين وأغلبهم طبعا العناصر الأساسية اللي شاركت مع الأهلي الفترة الأخيرة عن الفريق ممكن يأثر شويه على تحضير الاهلي واستعداداته لمباراه الهلال؟ هو ليه شقين طبعا، الشق الاولاني ان هو هيريحه، فدي الراحه اللي تبقى طبعا اكيد راحه ايجابيه من هنا من النادي او من المنتخب، فده شويه هيتنفسوا شويه من فكره الـ يعني انا شفت السفر حتى من الكاميرون لجنوب افريقيا
يعني الموضوع كان مش افريقيا للكاميرون والكاميرون فالموضوع ما كانش بالسهوله اللي بتحصل لكن فكره ان هم يجوا يريحوا هنا اظن ان هيبقى هياخدوا نفسهم شويه الريكفري يعني هو معلول سافر وبيرسي تاو سافر وديانج سافر وفرقه منتخب مصر هتسافر عشان تلعب مع ملاوي والشباب هيسافروا عشان يلعبوا اعتقد بيلعبوا مع زامبيا الفكره ابو حميد الماتش بتاع القطن ده بعيد عن النواحي الخططيه والبدنيه النواحي النفسيه مهمه جدا لازم كولر اول ما الناس ترجع لازم يعني يحضرهم كويس جدا 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 للماتش نفسي اكتر من بدني او خططي خلاص هو الراجل اكيد الناس حفظه واللعيبه حفظت الراجل عايز ايه لكن هم ان شاء الله اكيد الراجل في منتخب مصر اكيد عارف ان الناس كانت عليها لود الفتره اللي فاتت فاكيد هو عامل حمل تدريبي مختلف على في المنتخب فان شاء الله بس لما يرجعوا يبقى وقت كافي الراجل يقدر يحضر نفسي للماتش طيب خلينا بس اصحح نقطه عشان رجعتها كده انا قلت لحضراتكم ان الاهلي يكسب بفارق هدف لو رصيد الهلال في المباراه صفر يعني 1-0 الاهلي يتاهل مباشره لكن ما عدا ذلك بما انه القاعده هي التجاء للمواجهات المباشره في الاول يبقى الاهلي بعد كده اي نتيجه لو سجل الهلال هدف يبقى الاهلي محتاج يسجل هدفين يبقى المباراه تنتهي بفارق هدفين لصالح الاهلي لكن واحد فقط 1-0 تكفي الاهلي التاهل ما عدا ذلك الاهلي محتاج فارق هدفين وشايف انه باذن الله لو في حالتنا يعني احنا مش عارف هو طبعا الهلال السنه دي غير اي نسخه تانية مش عارف تتفق معايا ولا لا لكن الهلال السوداني السنه دي محترفين ومختلفين هو حتى متحضر واضح ان هم متحضرين ان هم يروحوا في حته كويسه أيوة. لا الموضوع مختلف غير كل النسخ اللي قبل كده يعني كنا بنشوفه بيخش عادي جدا بيخسر زي القطن كده وبيطلع لكن لا السنه دي مختلف جدا طبعا اللعيبه الماتشات اللي هي بتبقى نكون او لا نكون دي يا احمد كفريق بتتعاملوا معاها ازاي يعني لو تفتكر في مناسبات عدت عليكم مكسب عشان تاهل قبل كده هي عدت على الاهلي كتير اعتقد يعني عدت علينا مره مع الملعب المالي عدت علينا مع الهلال هناك بس في ملعبه في ام درمان كان مطلوب انه الاهلي ما يتغلبش هناك واعتقد اتعادلنا في الموسم اعتقد نسخه التاسعه بيبقى ليها تعامل مختلف عن الماتشات التانية اكيد طبعا. اكيد لا كمان اللعيبه بص احمد اللعيبه برضو بتاعت الاهلي عدت بالمراحل دي كتير عدت في النادي وفي المنتخب ففكره ان انت تلعب المواجهه النهائيه دي هم كلهم عدوا بالمرحله دي لكن هو القصه كلها ان احنا بس لازم تدعيم مننا كلنا اللعيبه لازم برضو عشان الفتره اللي فاتت معلش برضو في ناس كتيره جدا تقطيع بقى واللعيبه لازم مفهوم ولازم لا الموضوع بصراحه لازم نبقى في ظهرهم الفتره دي لازم اللعيبه تاخد حقها كمان ماتش القطن ان هم عملوا ماتش كويس جدا فان شاء الله ان شاء الله هم قادرين ان هم يعدوا المرحله دي ان هم اللي دخلونا في المرحله دي ان شاء الله قادرين يعدوا منها وان شاء الله انا يعني ان شاء الله كده انا حاسس ان احنا كمان هنوصل لحته بعيده جدا في البطوله شاري قصه كولر وافريقيا يعني من ضمن الكلام اللي اتقال انه الراجل ما عندوش خبرات قوي في افريقيا هل بيبقى ده وارد المدربين المصريين يمكن او المدربين الافارقه او اللي اشتغل المدربين حتى الاجانب اللي اشتغلوا في افريقيا هو كارتيرون مثلا جالنا قبل كده واشتغل معانا بس كان اوريدي شارك في بطولات افريقيا مع افريقيه يعني مع انديه ثانيه هل المدرب اللي بيبقى جاي من اوروبا بتبقى صعب عليه افريقيا واجواء افريقيا وكره افريقيا وملاعب افريقيا ولا قصه ليها يعني ابعاد ثانيه اكيد الراجل ده لما جه اخذ ارقام واحصائيات وصلته ان هو برده مش هيبدا من الصفر في افريقيا عارف الدنيا ماشيه ازاي وعارف الفرق القويه عامله ازاي اكيد في داتا جات له يعني مفيش حاجه اسمها ان الراجل ده بيلعب في افريقيا والراجل ده ما يعرفش افريقيا اصل هو مش جاي ومش معاه ناس ما هو معاه جهاز كامل جدا وجهاز بقاله فتره كمان يعني مسامي موجود وكابتن سيد موجود فاكيد وصلوا له احنا المجموعه اللي احنا فيها دي مين الفرقه دي بتلعب ازاي واكيد اتفرج على ماتشات الكلام مش كده هي كره القدم واحد في كل حته لكن تطويرها بقى التطوير بتاعها هي دي اللي انا بتكلم فيه ان احنا كل مره هنتكلم في ان الفكره ارقام ونتائج ولا هنتكلم في اداء هنتكلم في ارقام ونتائج هنفضل زي ما احنا والناس كلها تفضل تعدينا وكل الناس تمشي الاداء ده نسبي يا ابو حميد يعني الاداء ما مش هنعرف نتفق عليه او نمسكه الارقام ممكن نتفق عليها او اكيد لازم نتفق عليها لكن الاداء ممكن الاداء اللي يعجب احمد رضوان ما يعجبش اكس ما يعجبش واي يعجب زد يعني فاهم قصدي الاداء طيب. ده كلنا بنحب المان سيتي كلنا بنحب الفرق اللي بتعمل استحواذ ولا ما ولا بيبقى في حد متضايق كلنا بنحب المتعه بتاعت معاك الكوره ايوه طيب معاك الكوره بتعمل ايه بتخلق فرص ولما بتخلق الفرص بتقدر تهدف انا هقول لك حاجه فضل.
مش بحب، ما بحبش عموما نرجع لورا، بس مع بيتشو موسيماني مثلا كان الاهلي في اغلب الماتشات نسبه الاستحواذ كبيره جدا، بس ما تقدرش تقول عليها ان كره الاهلي كانت ممتعه مثلا، ما كنتش بتخلق فرص، هي دي الفكره. لكن لما تيجي ترجع شويه كمان لفايلر كانت ممتعه، ممتعه عشان معانا الكره على طول، هي الفكره كلها، هي الموضوع سهل وبسيط، معاك الكوره هتخلق فرص، مش معاك الكوره تقدر تدافع كويس، تعمل بلوك كويس، تقفل مساحات عشان ما يجيش فيك جول. فهي الفكره موضوع الاداء مش فكره نسبي، فكره ان انت في ناس بتحب، انا بحب الاهلي واحبه يكسب في اي، ماشي اوكي كلنا بنحب الاهلي وعايزينه يكسب، لكن الاداء لازم يتطور، لازم الاداء الجماعي يتطور والاداء الفردي اللعيبه تتطور. ده وجود المدرب ده اهم حاجه، اهم حاجه عندنا، ان لما بتجيب راجل اجنبي لازم يخلي اللعيب غير لما يشتغل لعيب مع مدرب مصري، ده الطبيعي يعني، ده المفروض. فموضوع الاداء ده انا شايفه موضوع مهم جدا، وده اللي هيطورنا، ده اللي هيودينا في حته كويسه. مشاكل الاهلي من وجهه نظرك هجوميه اكتر ولا دفاعيه؟ الاثنين، بس دلوقتي الاهلي ما كانش عنده المشاكل الدفاعيه الكتيره جدا، ما كانش ممكن مع موسيماني ما كناش بنجيب جوان كتير، لكن ما كانش بيخش فينا جوان كتير. فكره الاخطاء الدفاعيه اللي بتحصل دلوقتي انا شايفها موضوع مش صعب خالص. احنا عندنا مشاكل في فكره الضغط، احنا عندنا تحت الكوره، انت موجود تحت الكوره بس، لا هي مش الفكره كده، انت المفروض الشريط اللي موجود فيه اللي الراجل اللي حامل الكوره ده لازم يتضغط عليه، ويتضغط عليه ضغط ايجابي، مش بروح اتفرج. فدي عندنا مشكله فيها، عندنا مشكله في العرضيات خصوصا في الحته بتاعت معلول، فلازم معلول ده حد يحميه، لان هو راجل كمان مفتاح قوي جدا هجومي عندنا. فاحنا لازم يعني، واكيد الراجل عنده الفكره دي، ان عنده مميزاته ايه في الفرقه ومشاكله ايه، ان معلول ده حاجه مفتاح هايل جدا، بس عنده مشكله في الحته الدفاعيه، لازم يتحمي، لازم حد يحميه. فالراجل اكيد فاهم القصص دي كلها، واحنا نتمنى ان الاداء يتطور، عشان احنا دلوقتي مين احسن فرقه في افريقيا حتى لو ما بتكسبش؟ سان داونز، كلنا شايفين ان سان داونز اداء كويس. ليه؟ عشان بتقدر تلعب لعب من تحت، تبدا الهجمه من تحت كويس جدا، عندهم حلول كتيره جدا، قريبين من بعض، بيخلقوا فرص، فاحنا كلنا مبسوطين منهم. فهو ده الاداء اللي احنا عايزينه، نرجع تاني للمجموعه بتاعت بركات وتريكا، والمجموعه دي كانت بتلعب كوره جميله، كلنا كنا مبسوطين، وبرده بتكسب، لان خلي بالك الاداء بيجيب مكسب، لكن المكسب بس، هتفكر في مكسب بس، مش هيجيب لك اداء. شايف الدور المجموعات ازاي، ومين الفرقه اللي لفتت نظرك في بطوله دوري الابطال؟ مين الفرقه يعني اللي قدمت اوراق اعتمادها زي ما بيقولوا؟ يعني طبعا من فرقه، من مجموعتنا طبعا سان داونز، فرقه محترمه جدا جدا يعني بصراحه، تحس ان هي ما بتلعبش افريقيا، تحس ان هي فرقه من حته تانية. الراجل واضح ان هو راجل صغير وراجل اكاديمي كويس جدا، ومش معنى ان هو اكاديمي ان هو ما ينفعش يبقى مدرب كبير، لا، لان في مصر عندنا بيقول لك اصل انت مدرب اكاديمي تشتغل مع البراعم بس، ما فيش كده، في حاجه اسمها كل فتره ليها شغل، البراعم دي ليها شغل، الناشئين ليها شغل، الدرجه الاولى ليها شغل، لكن في برضو الرجاء، شفنا الترجي في ماتش. معلش انا ضد الراي اللي بيقول ان شكل سان داونز ده هو المدير الفني. لا طبعا، ده يعني المدير الفني جزء من الجزء من الحكايه، ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه. لكن المنظومه فيها سكاوتنج، وفيها عين جوه السكاوتنج، بتعرف تختار العناصر اللي تقدر تخش في المنظومه، اللي تقدر تعبر عن شخصيه الفريق. لا طبعا فيها قصص كتير جدا. الراجل المدير الرياضي بتاع النادي ده جاي من 2009، عمل لهم سياسه، وكان ماسك تشيلسي، وعمل لهم مدارس كويسه جدا واكاديميات، وبدا يشتغل، هم بادئين نفس الشغل. على فكره لما تيجي تبص على الماتش اللي احنا خسرناه برده 2019، هتلاقي نفس الاسلوب ونفس اللعب، هم ما بعدوش عن ادائهم. 2019 غير 2019، يعني كان ماتش صعب وسكور تقيل، بس لا كان في اخطاء تحكيميه فاتحه قوي معاك، يعني بس الفرقه فعل فاعل يعني. انا بتكلم بس الفرقه، لكن سان داونز اللي احنا لعبناه ده، لا ده غير خالص، تطور. ما هو ده التطور اللي بقول لحضرتك عليه، لكن هم كانوا في حته مش بعيد عن كده. لكن هم اللي سنتين ثلاثه اتطوروا، اتطوروا، وكمان سنتين ثلاثه هيتطوروا، هيتطوروا، لان هم شغالين صح. هي الفكره كلهم، فكره عندهم مش نتائج، فكره عندهم اداء، الاداء بيتطور مع الراجل وبيتطوروا، وعنده بقى محللين اداء في كل طبعا حته، في كل حته في الملعب. هم عندهم الـ 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 التخصص جواه تخصص، يعني فرقه السكاوتنج هتلاقي ناس متخصصه في سوق افريقي، ناس متخصصه في سوق لاتيني، ناس متخصصه في سوق اسيوي،
عندهم المحللين الاداء ناس متخصصين في الفرقه بتاعتهم، ناس متخصصين في الفرقه المنافسه على مستوى افريقيا، ناس متخصصين في الفرقه المنافسه على مستوى المحلي، في ناس متخصصه يروح يتفرجوا على انديه في حتت معينه زي ما حضرتك بتقول. وده اللي انا كنت يمكن كلمت حضرتك فيه المره اللي فاتت، ليه الاهلي ما يعملش كده؟ يعني شرق افريقيا وغرب افريقيا دي مليانه. بالمناسبه في كاس العالم في المغرب كان في ناس من سان داونز موجوده بتتفرج على فرقه الاهلي وبتتابع الاهلي في البطوله، واكيد هنا في البطوله بتاعت اللي اتعملت في منتخب الشباب هنا في مصر اكيد كان ليهم كان ليهم ناس. دي ده اللي نجح. الناس بتشتغل على مدى، الناس بتشتغل على ان هم يبقوا ابطال افريقيا لسنين، وده انا شايفه ان هم ماشيين في الطريق الصح، وان شاء الله يعني نمشي احنا كمان برضو في الطريق اللي احنا كنا ماشيين فيه ان شاء الله. الجمهور يفرق مع الاهلي في ماتش الهلال اللي جاي يا احمد؟ طبعا، وده لازم اللي احنا نتكلم فيه، ولازم الجمهور يبقى بالساعه الكامله او على قد ما نقدر يبقى الساعه عاليه جدا، عشان الجمهور ده اللي هو اللعيب رقم واحد، هو اللي هيحفز اللعيب. هو 50,000 ماشي والله، لو قدرنا نقفل الاستاد ده هتبقى زي الفل. انا اول واحد يعني لا بصراحه في ماتش زي ده يا ريت والله. يعني طبعاً هو الاهلي بقى ممثل الوحيد لمصر في بطوله دوري الابطال، فاعتقد انه طبيعي جدا انه ياخد الدعم ده. مش عارف ايه مشكلتنا يعني في قصه الجماهير، يعني الموضوع خلاص الاستادات كلها فيها كاميرات دلوقتي، وانت تذكرتي عملت دلوقتي اي دي، وعارفين مين اللي بيخش على مين كل الاحوال. نتمنى ان شاء الله يعني شاء الله في مهمه الاهلي في مهمه رسميه، الاهلي في مهمه رسميه، دي مش مباراه دوري ومش مباراه عاديه في دور المجموعات، فنتمنى ان شاء الله وكلنا ثقه ان شاء الله انه طلب الاهلي بزياده عدد الجمهور هيكون تمام. طيب اخدك عايز تقول حاجه، هل لديك اقوال اخرى فيما يتعلق بالاهلي والهلال؟ لا لا لا، انا بس ان شاء الله نتمنى كده ان شاء الله ان اللعيبه تفرحنا. اهم حاجه بس الهدوء، اهم حاجه زي ما انت قلت، انت قلت برضو ده انا في سؤال مهم جدا قلت نقطه مهمه جدا. ما ينفعش الاهلي يخش فيه جول. معنى ان هو يخش فيه جول لازم يكسب فرق اتنين، فده هيحطهم في مشكله كبيره طبعا. فلازم انا شايف ان الماتش بتاع بدايه ماتش القطن لازم نلعب كده، لازم نلعب باتنين قدام الاربعه عشان يحموا الحته دي، لان احنا مستبيحين في الحته دي. لو شفنا ماتش سان داونز الاربعه كانوا مستبيحين بصراحه، ما فيش حد مغطيهم خالص. ففكره مروان والسوليه او مروان وديانج انا شايف هتبقى فكره كويسه جدا، وبتدي قفشه كمان اريحيه ان هو يقدر يلعب 10، يقدر يلعب على عرض الملعب كله. الفريق الوحيد السؤال اللي انت كنت ده الفريق السؤال ده ليه بس عشان اقفل ماتش الاهلي والهلال. الفريق الوحيد اللي تحس انه مركز مع الاهلي بس من بدايه البطوله هو فريق الهلال، على مستوى المسؤولين وعلى مستوى الجماهير كمان، وتشعر انه حتى في الماتشات اللي الهلال مش طرف فيها مع الاهلي، يعني الاهلي بيلعب القطن هتلاقي جماهير الهلال حاضره، هتلاقي تصريحات من مسؤولين الهلال حاضره، الهلال بيلعب سان داونز تصريحات عن الاهلي برضه حاضره. فيبدو انه من بدايه دور المجموعات ولما اتحطينا في مجموعه واحده، وان في حرب تكسير عظام، حرب نفسيه، حرب نفسيه انا عارف انها مشروعه في الرياضه وجزء من الادوات والاساليب اللي بيستخدمها المسؤولين وبعض الاجهزه الفنيه بتراهن عليها، لكن ايه سبب تركيز الهلال الغريب ده مع الاهلي من بدايه البطوله؟ هل له ما يبرره؟ وهل شايف انه يلقي بظلاله؟ يعني هيكون ليه تاثيره على ماتش ال لا لا هو طبعا جاي؟ خلي بالك ده ديربي اصلي، يعني برضو احنا في الاول وفي الاخر مصر والسودان ديربي، انا شايفها بلد عربيه، فعندهم برضو الغيره شويه، النادي الاهلي على طول بطولات. بس احنا لما بنلعب مع المريخ مثلا ما بحسش انه في نفس الاجواء، ما هو المريخ في السودان برضو يعني يمكن طبيعه الهلال ودخوله في, 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 في اشياء مش عايزين نخش فيها، ولكن الهلال طبعا نادي كبير معلش، بس مش هيتساوى بنادي الاهلي خالص. اهلا بيوم يوم ان شاء الله 31. لا والاهلي مش ممكن يفكر، يعني الاهلي بينافس كل انديه افريقيا، فمش ممكن يفكر في كل انديه افريقيا، احنا مفكرين في نفسنا وبس. بس الاهلي نشغل بالنا بالترجي، ولا نشغل بالنا بالوداد، ولا نشغل بالنا بسان داونز. اللي بيفكر في الناس ما بيعملش حاجه. فكر في نفسك ويمشي. احنا كنا حتى زمان كده العاب القوه كان يجي يقول لك لو بصيت، او في السباحه لو بصيت على جنبك يا اللعيب اللي جنبك اللي متاخر عنك هتاخد في ثانيه ولا ثانيتين هتاخد من وقتك يعني. فلا احنا ماشيين في طريقنا ان شاء الله، خلي اللي يبص علينا يبص علينا، وانت بعدين انت اصل انت ماشي الاول، فانت لازم الناس كلها تبص عليك. صحيح. طيب ضريبه البطوله زي ما بيقول طبعا. اروح معاك لمنتخب مصر، بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش عن المنتخب، عوده مره ثانيه تحقيقات في فيتوريا. خلينا نتفق انه برضو الناس كلها مستبشره فيه خير، يعني بعد مرحله من مراحل عدم الاستقرار في المنتخب، سواء مع كيروش القيل والقال والنقد الشديد والهجوم الشديد على كيروش، وكان له ما يبرره، ثم ايهاب جلال، ثم روي فيتوريا،
ناس قالت داخلين على مدير فني ممكن يغير مشاكل المنتخب. شايف الاختيارات ايه الاول وبعد كده نتكلم على ماتشين ملاوي؟ اختيارات فيها مفاجاه بالنسبه لك؟ تيجي نستعرض القائمه معاك؟ تمام يلا تعالوا نستعرض قائمه اختيارات فيتوريا مع كابتن احمد رضوان، طبعا حراسه المرمى احمد الشناوي محمد الشناوي ومعاهم محمد صبحي، في خط الدفاع في محمد هاني معاه هشام صلاح، معاهم محمد حمدي احمد فتوح احمد حجازي محمد عبد المنعم علي جبر واسامه جلال، في خط النص طارق حامد امام عاشور مروان محمود حماده مروان عطيه حمدي فتحي محمد زيزو مصطفى فتحي مرموش عبد القادر محمد صلاح وثلاث فراوده مصطفى محمد واحمد حسن كوكا ومحمود كهربا. اللي يزعلك بس عارف خط الهجوم ده ما فيهوش فرويد بيلعب في الدوري المصري غير كهربا. كهربا يعني يزعلك ولا يفرحك؟ لا يزعلني جدا طبعا. يعني فكره ان انت ما عندكش فرويد في مصر وكهربا خلي بالك ما لعب كام ماتش؟ لما تيجي تبص على احصائياته كده ما اظنش لعب اكتر من 10 ماتشات. في حد كان يستحق من وجهه نظرك كان ضمه؟ لا مفيش حقه الراجل. حسام حسن يمكن شويه في الاخر لكن هو يمكن اكيد الراجل برده بياخد على برده الفترات كلها فتره برده ان انت ما كنت موجود في الاهلي وما قدرتش برده مش عايزين برده يعني مش عارف ايه اللي حصل مع حسام. حسام هداف كبير اللي حصل في الاهلي انا مش هي هي هي, هي قصه راس حربة دي بقى لها زمان يا احمد كتير يعني احنا بقى لنا كتير قوي بنتكلم في على فكره مش راس حربة بس يعني وقعدنا شويه برضو على الباك ليفت وبقى لنا فتره في الباك رايت يعني في حتت كده عندنا مشاكل فيها ليه؟ في منتخب مصر انا شايف الشغل التخصصي مع الناس من بدري هي دي المشكله. انت دلوقتي تاني لو رجعنا تاني للشغل احنا انا اسف احنا يمكن قلنا الاتحاد عمل حاجات كويسه وعمل حاجات مش كويسه لكن اول حاجه كان لازم يعملها قبل ما نجيب فيتوريا او نجيب اي حد كان لازم زي ما قلت لحضرتك لازم نجيب مدير رياضي لازم نجيب سوري مدير فني للاتحاد هو اللي يمشي الدنيا. الراجل دلوقتي شغال كل حاجه اظن انا كان معايا مستر فينجادا من يومين قال لك الكلام اللي انت بتقوله ده محتاج سنين يعني محتاج حد يجي يقعد بس نبدا نمشي على الطريق طيب ما هو محتاج سنين ما احنا هنعمل زي الارنب والسلحفه هنقعد بقى نقول اصل هو هيمشي اوكي بس نمشي على الطريق. هو بقى قعد سنتين انا رئيس قطاع انا ما شفتوش يعني فينجادا ده انا ما شفتوش المفروض الطبيعي ان الراجل ده لما يجي يقعد مع حتى رؤساء القطاعات بتاعت الانديه عشان نقول والله السياسه بتاعتنا 1 2 3 المدربين بتوعنا هنشتغل على 1 2 3 الدنيا من تحت فيها مشاكل كثيره جدا 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 في ملاعب وفي مدربين وفي حكام فاحنا عشان نشتغل لازم نشتغل من تحت هنشتغل برضو من فوق ونمسك الهرم من فوق الدنيا مش هتتطور مش هتروح في حته كويسه لكن الراجل دلوقتي شغالين من فوق ولا شغالين من تحت؟ لا احنا شغالين من فوق من فوق احنا جبنا لغايه دلوقتي مدير فني الاتحاد يا لكابتن حازم وكابتن بركات انا بحبهم على المستوى الشخصي اتنين جمال واتنين اخواتنا يعني انتوا اللي ليكوا الدور الكبير في الكوره في مصر لو سمحت عايزين مدير فني للاتحاد عملوا حاجه كويسه جدا موضوع انا راجل من الناس بقالي 7 سنين مستني الدوره بتاعت ايه هو انت متوقع انه يعني انا طبعا بحترم كابتن حازم جدا وكابتن بركات الاثنين كلاعيبه كوره بحبهم جدا جدا بس انت دايما بتشترط او شايف انه شرط اساسي انه المسؤول الاداري الناجح يكون لعيب كوره ناجح بتساعده بياخد خطوتين ازيد من الراجل اللي على مستوى التدريب مثلا لو جاي يشتغل التدريب ده اداره فنيه صح ولا اداره فنيه في ناس ناجحه وما لعبتش كوره افشل يعني افشل مديرين فنيين لعيبه الكوره اللي كانوا لعيبه كويسه جدا وانجح مديرين فنيين كانوا لعيبه اقل من العاديين وفي على فكره منهم انا ما شفتهمش ولا سمعت اسمهم اساسا كلعيبه كوره ومع ذلك بقوا عشان دي عشان بص يا احمد عشان دي شغلانه ودي شغلانه لعب الكوره حاجه اقفل الصفحه تدريب الكوره شيء تاني خالص يعني يورجن كلوب مثلا مورينيو كانوا لعيبه يعني جوارديولا جوارديولا كان لعيب كبير لا ما كانش لعيب كبير لا 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 لعيب كبير ازاي انت ما اتفرجتش عليه كده لا ازاي بقى لا لا على جيله مين يعني ما كانش سوبر ستار معاك بس برضه يعني مين لعب يعني جوارديولا ولويس انريكي مدرب اسبانيا كان لعيب كويس بس ما كانش سوبر ستار
يعني لويس فيجو؟ لا ما كانوش طبعا. لويس فيجو ولا بيب جوارديولا؟ لا فيجو طبعا. فيجو طبعا صح ولا ايه؟ ما فيش طبعا. بافل نيدفيد ولا لويس انريكي؟ لا نيدفيد طبعا طبعا. فالباسكو في عصرهم كانوا لعيبه كره كويسين طبعا، واللعيب اللي هيلعب في برشلونه عشان دي شغلانه ودي شغلانه لازم يكون لعيب كره كويس. في مشكله بقى كبيره جدا في المدربين، خصوصا اللي لعبوا على المستوى العالي او اللعيبه الكبيره، متخيلين ان هو يبقى اساميهم هيبقى مدرب شاطر. لا، هي من القصه مش كده. قصة ان ممكن يبقى واحد ما لعبش كوره خالص يبقى اشطر منك، لان هو اشتغل على الادوات وثقف نفسه كويس جدا. ودي شغلانه ودي شغلانه ثانيه خالص. دي محتاجه قدرات وادوات، ودي محتاجه قدرات وادوات. الشغل بتاع البراعم ده ليه شغل، شغل الناشئين ليه شغل، شغل الدرجه الاولى ليها شغل، منتخبات ليها شغل. اللي ماسك الخيوط دي كلها بايده المفروض يبقى المدير الفني. انا دلوقتي احنا عشان نلعب لما كان فينجادا موجود ما كانش بيقوم بالدور ده، ما حدش شافه. ولما فينجادا مشي ما راحش غير نادي الزمالك بس وهو موجود، وبالتالي راح النادي الاهلي كده يعني اللي هو ما خدوه كده غصب عنه، لكن ما راحش النادي تاني. فلو سمحت يجيبوا حد. احنا دلوقتي ناس رؤساء قطاعات الحمد لله اتعلمنا وفهمنا شويه، قرينا، فتحنا كتب كتير الحمد لله، دخلنا دورات كتير جدا، فعرفنا المدربين اللي تحتينا المفروض الشغل عامل ازاي. احنا عندنا شغل سيستم. اللي بيلعب خمسه تلعب خمسه كده ليه؟ عشان لما تروح لسته تلعب سته وجون كده ليه؟ عشان لما توصل 10 توصل كده. عشان ما نعملش دربكه في دماغ الولد. الشغل الذهني والمهاري دوت اللي هو لغايه 12 13 سنه، لو انت ما اشتغلتش مهاري كويس والمهارات الاساسيه اتطورت والذهنيه اتطورت، على فكره خلاص تنميتها صعب جدا جدا بعد السن ده. انا بقيت بسمع كتير جدا جدا من مدربين اجانب ومصريين انه لعيبه الكره في الفرق الكبيره في مصر ما عندهاش المهارات الاساسيه لكره القدم. اهمها وابسطها التسليم والتسلم. خليني اروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن احمد رضوان ونشوف قصه منتخب مصر. يعني واحنا كنا قبل الفصل على طول بنقول قاعده الهرم وقمه الهرم، والمفروض لو احنا كمصريين بنحلم بنشوف الكره المصريه في حته تانية، كابتن احمد كان بيقول لابد ان الشغل يبدا من القاعده. لكن فكره انك انت تراهن على المنتخب الكبير بس او حتى على المنتخب الاولمبي، ما تحلمش حاجه كبيره قوي او ما تحلمش تروح لبعيد قوي. ليه يا ابو حميد مش متفائل باللي جاي؟ يعني مش عموما مش بتكلم على منتخب انا شخص أو. متفائل وايجابي. ايوه بس انا بتكلم واقعي. الواقعيه ان احنا نقول اللي تحت فرقه المغرب دي ليه بقى شكلها كده؟ لا دي حاجات كتير قوي. أهمها ان نص الفريق متاسس في اوروبا وموجود في اوروبا. بس بص وده 70-80% من نجاح الفرقه في الدرجه الاولى. تمام. بس ده مش معناه ان الناس في المغرب مش عاملين شغل على اعلى مستوى. لا 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 عاملين طبعا. عاملين شغل في كل حاجه. هم نجحوا ليه في الحته دي؟ عشان كده. العكس، تعال بص على السعوديه. انا اشتغلت في السعوديه وشفت. انا رحت في شهر 7 خدنا الجدول بتاع الكاس اللي هو شهرين قبل الدوري اوله واخره وخدنا الدوري اللي هيبدا في شهر 10 وهينتهي في 28/4. خدنا جدولنا وماتشاتنا والدنيا وكل حاجه خدناها. ففي سيستم وفي نظام. السعوديه غير. السعوديه اشتغلوا من تحت وبداوا في الحته اللي احنا عايزينها. انا لسه كان معايا حد هنا من حوالي اسبوع او 10 ايام، مدير برنامج تطوير المواهب السعوديه، ودي ناس بتشتغل انها تاخد المواهب تطلعها تحتك بمدارس كره في اوروبا، تعمل معسكرات، تعمل ماتشات. ده اللي ناقصهم. وبيسوقوهم وكده، يعني فكر مختلف شويه. ده اللي ناقصهم. فاحنا بس نداء كده لكابتن حازم وكابتن بركات، عايزين مدير فني عشان نقدر نشتغل على. طب واحد مدير فني، اثنين ايه الحاجات سريعا جدا، ايه الحاجات كده نقاط واضحه وصريحه اللي يجب انها تتغير؟ يعني احنا كنا اتكلمنا انا فاكر في اخر مره على موضوع الرخص، وانا عارف انه ما زال موضوع الرخص ده مشكله بالنسبه للمدربين المصريين. احنا بقى لنا 7 سنين مستنيين الرخصه ايه؟ اتعملت في يوم وليله، ما نعرفش حاجه. احنا ما عندناش مشكله. يعني ما نعرفش حاجه؟ ما نعرفش غير لما الصوره طلعت. وائل رياض منزل صوره ان الرخصه ايه احنا عملناها النهارده، دخلنا لايه؟ احنا ما عندناش مشكله على فكره كمدربين محتاجين الرخصه دي. ولكن قولوا لنا، يعني قولوا لنا احنا ماشيين ازاي؟ بتوع الدوري هو الاتحاد بيختار ولا الاتحاد بيعلن فالناس بتقدم؟ محدش اعلن حاجه. محدش اعلن حاجه لا خالص. ولا انتوا فجاه لقيتوا مجموعه اسماء خدت الرخصه ايه؟ هم اعلنوا ان في دوره. الدوره دي هتتعمل يوم 29/3. تمام. لسه في المستقبل يعني. 29/3 اللي هو لسه. لسه ما جاش. عرفنا من اسبوع ان اتعملت. ايوه يا دكتور جمال مفيش مشكله، بس حضرتك قول لنا دلوقتي الدورة الثانية هتتعمل امتى والثالثة هتتعمل امتى والمين؟ يعني الدورة اللي تم اعلان عنها انا في 29/3 اتعملت وفي ناس خدت الرخصة وخلصت خلاص. لا شغالين لغاية دلوقتي. شغالين لغاية دلوقتي. هم هيشتغلوا على مرحلتين، مرحلة اللي هم فيها دلوقتي وبعدين يرجعوا وعاملينها بشكل كويس بصراحة. طب كويس انه احنا خدنا خطوة لقدام في موضوع الرخصة. هيرجعوهم للنوادي بتاعتهم يعملوا تقريرات ويرجعوا تاني في مرحلة تانية، فدي حاجة جميلة جدا. يعني بدأنا نروح في حتة كويسة. لكن عايزين نعرف احنا هناخدها امتى؟ لأن احنا كتير.
اكيد احنا مش كلنا هناخدها في وقت واحد. ده بالنسبه بس للرخص. نيجي بقى للمهم، التطوير بتاع المدرب بيتطور ازاي؟ حضرتك قولوا لنا هنطور المدربين دول ازاي؟ هنطور الملاعب ازاي؟ هندور انت بتكلم مين هنا حضرتك؟ في المطلق ولا بتكلم اتحاد الكوره كله؟ اتحاد الكوره ولا بتكلم حد جوه اتحاد الكوره ولا اتحاد الكوره ده مش هو المسؤول عن موضوع الكوره؟ اه كل دي احنا اسئله ليهم. احنا المدرب اللي عايز يتطور ده يتطور ازاي؟ حد يقول لنا بس. فلازم القصه دي لازم نحط لها بدايه كده عشان نقدر نمشي بس على الطريق. ايوه الملاعب طبعا لو جيت شفت عندنا يوم الجمعه والسبت الماتشات هتزعل. لو شفت الملاعب وشفت الحكام وشفت الموضوع صعب عندنا مشاكل عشان انا واثق ان الموضوعات دي حبالها طويله. عايزه وقت طويل فيها تاني جدا جدا جدا. رؤيتك لماتشين ملاوي سريعا جدا، وشايف الاسماء اللي اختارها روي فيتوريا هم رجال المرحله ولا في حاجات في اكيد ماتشين ماتش سهل. الفرقه اللي انا عرفت ان كمان لعبوا النصر السعودي وخسروا بنتيجه كبيره، ف دول احسن اختيارات. طبعا متفق معاك، يعني ما فيش مفاجات خالص. نتمنى ان شاء الله ان الراجل، والراجل عنده ميزه ان هو انا شفته نزل للانديه وراح قعد هنا وقعد هنا وقعد هنا، فالراجل عايز ياخد فكره عن الناس كلها وبيتفرج على فرق كتير. نتمنى لهم طبعا ان شاء الله التوفيق، ومع واتحاد الكوره التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى ماتشين كويسين ان شاء الله، والنتيجه تبقى ايجابيه ان شاء الله باذن الله. نورت الدنيا كابتن حبيبي، ده نور اسعد بيك دايما. انا اللي سعيد مرة تانية نهني ونبارك على مش على التأهل، لسه بدري قوي على التأهل، لأن المواجهة اللي جاية هتكون صعبة جدا جدا حتى وإن كانت في القاهرة. أتمنى بس وراهن على الحضور الجماهيري، اللي أتمنى إنه المسؤولين يستجيبوا لفكرة إنه حضور الجمهور يبقى بالساعة كاملة لاستاد القاهرة. أتمنى أشوف اللقطة دي، وأعتقد إنه الأهلي بإذن الله قادر على مواصلة المشوار والتأهل لدور الثمانية. بشكركم على متابعة حلقة النهاردة، بكرة نتقابل على كل خير في السادسة. تحياتي ليكم.